جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. من أسئلة المتابعين هنا على اليوتيوب جمعت كم سؤال عن السيلان وهجاوب عليه. ابتدي الأول سؤال من واحد اسمه عبد الهادي القحطاني، بيقول ما هو اسم الفحص الذي يكشف السيلان، مرض السيلان؟ الإجابة إن مرض السيلان عادة ما بنحتاجلوش فحوصات عادة، وبنكتفي بالفحص الإكلينيكي وشكوى المريض في تشخيص المرض، ونقدر ندي بناء على هذا العلاج مظبوط 100%. لكن في الحالات اللي بنضطر فيها للفحص فهناك فحصين، فحص بول شامل وفحص مسحة من اليوريثرا، مسحة من القضيب بالنسبة للرجل، أو مسحة من عند عنق الرحم بالنسبة للمرأة. فحص البول فحص شامل عشان يبين هل في صديد أو لا، غالبا بيبقى في صديد وبكمية كبيرة، ممكن تكون أكتر من 100 over 100 over 100 per high power field. مسحة القضيب، مسحة القضيب بنعملها ونصبغها بصبغة اسمها جرام ستين عشان نبين حاجة اسمها جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، اللي هي جرثومة الجونوريا بتبان على شكل جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، وبتبقى موجودة داخل الخلايا، داخل خلايا النيوتروفيل أو خارجها. السؤال من خديجة، السلام عليكم دكتور، كان عندي سيلان بدون رائحة من 4 شهور، رحت طبيب عملت تحاليل طلع عندي ميكروب، شربت دواء اتحسنت، رجع تاني مرة اشتريت دواء في الصيدلية وتحسنت من أسبوع، رجع تاني، أتمنى تعطيني اسم دواء. السؤال برضو عن السيلان، ودي حالة متكررة إن الواحد بياخد العلاج ويتحسن ويرجع ياخد العلاج ويرجع المرض عنده تاني، وياخد العلاج ويتحسن ويرجع المرض عنده تاني، وده ليه؟ لأن مرض الجونورية، الجرثومة بتاعت الجونورية، الجسم ما بيكونش لها مناعة زي ما مشروح في بعض الفيديوهات، وبالتالي الواحد ممكن يتعدي من جديد مرة واثنين وثلاثة واربعة وهكذا. فعشان كده لازم الانسان بعد ما ياخد المرض ويتحسن لازم يخلي باله كويس قوي قوي. ازاي الواحد ممكن يتعدي مرة واثنين وثلاثة؟ ممكن يتعدي، اهم طريقة او اهم طريقة ممكن الواحد يتعدي بها عدة مرات، ان هو بيروح يكشف وياخد العلاج لنفسه فقط بدون انه ياخد شريك حياته معاه. الشخص اللي شريكه الجنسي لازم ياخد برضو العلاج في نفس الوقت، دي اول حاجة. تاني حاجة، لازم يمتنع عن الممارسة الجنسية لمدة حوالي 6 ايام او 7 ايام، دي تاني حاجة. تالت حاجة، لازم يحسن مستوى صحته عامة ويرفع المناعة بتاعته، وده مشروح في فيديو عندكو اسمه الحل النهائي او العلاج النهائي لمرض السيلان، يا ريت تشوفوه وتراجعوه. سؤال بهاء، بهاء تسلم دكتور، والله ده بانه مش سؤال، ده مدح باين. تسلم دكتور، والله ما فهمته من الدكتورة بجد بجد بقدر ما فهمته منك، الله يحفظك يا ست ولا يا سيدي، متشكر قوي. اذا كان راجل يا سيدي متشكر قوي، اذا كان ست يا ستي متشكر قوي. كده تقريبا خلصت اسئله عن السيلان في الفتره اليومين اللي فاتوا. نشوف حاجه تانية غير السيلان. شكرا لمشاهده الفيديو، وما تنسوش الاعجاب بيه والاشتراك، وأيضا تفعيل الاخطارات بالتشييك على الجرس حتى تأتيكم الفيديوهات أول بأول.